نفذ الكرة الثابتة في جهة اليسار، هو جراح العتيجي يلعب له كرة عالية لافة أوه لكن برافو حارس المرمى طويل، ومرونة عالية جدا لأحمد حادي، حارس المرمى يخطف في هذه الكرة أوه حارس المرمى عمل الصعبة لكن السالة النهاية في السالة الكرة السالة أضاعها وبالتالي أتاح فرصة لحسين بابا في هذه اللقطة. شوف 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 هو مسك الكرة الصعبة لكن شوف الخبرة موجودة، الاحتكاك موجود والكرة أيضا هو سرقها حسين بابا شوف حسين بابا احتكاكه مع الكرة مع حارس المرمى ما كان في خطأ وبالتالي عمل كرة لافة.